أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التحليل البيئي، الوحدة الثالثة، الغلاف الأرضي جيوسفير. ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة. ونلاحظ هنا في هذه الرسم بشكل واضح غلاف البيوسفير، وغلاف البيوسفير يتكون من عدة أغلفة، وهو الأتموسفير، الهيدروسفير، الليزوسفير، وهذا الغلاف يسمى الجيو سفير، يسمى الجيو سفير. إذن يتكون من 1، 2، 3، 4 أغلفة. والبيوسفير وما يسمى بالغلاف الحيوي، ما يسمى بالغلاف الحيوي، ونعرفه أنه الغلاف الحيوي وهو جميع مناطق الأرض وغلافها الجوي الذي يتم فيه العثور على كائنات حية. وعرفنا من قبل الغلاف الجوي، الغلاف الجوي، وعرفنا من قبل الغلاف الجوي أنه يغطي سطح الكرة الأرضية حتى ارتفاع 1000 كيلو متر، حتى ارتفاع 1000 كيلو متر. وكذلك عرفنا الهيدروسفير من قبله، الغلاف المائي، الغلاف المائي، ويغطي أكثر من 70% من سطح الكرة الأرضية. والليزوسفير هو الغلاف الصخري، والغلاف الصخري. وعرفنا هنا الجيوسفير وهو زي ما قلنا الغلاف الأرضي، وعرفناه أن الغلاف الأرضي هو طبقة الأرض السطحية الرقيقة، وتعتبر هذه الطبقة أساس الحياة النباتية والحيوانية. فأخيرا هنا الطبقة الغلاف الصخري، والغلاف الصخري يتكون من القشرة الأرضية الكراست، القشرة الأرضية أو الكراست، والجزء العلوي من الرداء أو الوشاح بالنسبة للأرض. ونشوف بشكل مبسط الشكل القادم تكوينات الأرض. هنا الكراست، القشرة الأرضية، القشرة الأرضية، والمانتل أو ما يسمى برداء أو وشاح. وهنا النواة الخارجية، يسمى النواة الخارجية، النواة الخارجية، وهنا النواة الداخلية، وأحيانا تسمى بالنواة الحديدية الصلبة، هذه النواة. إذن عرفنا أن الليزوسفير الغلاف الصخري الذي يتكون من القشرة الأرضية والطبقة العليا الطبقة العليا، فيقع هنا الليزوسفير جزء من القشرة الأرضية والجزء العلوي من الرداء أو الوشاح.